لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. اللهم اجعل أعمالنا وعلومنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا تطبيقها والعمل بها على النحو الذي يرضيك عنا يا كريم. يا شباب، تعودنا اليوم نبدأ من بحث المفعول المطلق إن شاء الله. تفضل، من يريد أن يقرأ المتن؟ والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه، كضربت ضربا، أو من معناه كقاعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا، فاجلدوهم 80 جلدة، فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، فقمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا، أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست، كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن، كعند ولدى، والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل، وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا، ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا، وشرطها التنكير، وصاحبها التعريف، أو التخصيص، أو التعميم، أو التأخير، نحو خشعا أبصارهم يخرجون، في 4 أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. لمية موحشا طلل، لمية حاطين اللام مفتوحة، لمية موحشا طلل. والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد، مفسر لمن بهم من الذوات، وأكثر وقوعه بعد المقادير، كجاريب نخلا، وصاع تمرا، ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت أو ملكت. نعم. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز 100 وما فوقها، أو مجموع كتمييز 10 وما دونها، ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، كاشتعل الرأس شيبا، وفجرنا الأرض عيونا،
وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء، وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبويه. درسنا اليوم يا شباب عن يعني بحث جديد اسمه التمييز، من اسمه لاحظوا التمييز بحث مطروق في المدارس، ولكن ربما يكون بصورة غير هذه الصور، يعني بأسلوب بسيط أو أسلوب مبسط. طبعا يجب أن نفهم أولا من تعريفه، هو ماذا قال هنا في تعريف التمييز؟ وهو اسم فضلة. طيب، ولكن لاحظ يعني إذا حذفت هذه الفضلة يعني يبقى المعنى غامضا، ليس كالحال. الحال اسم فضلة، ولكن المعنى كما قلنا غالبا إذا حذفته يتم المعنى العام، يعني عندما تقول جاء الطبيب مسرعا، فإذا حذفت مسرعا بقيت الجملة تدل على معنى جاء الطبيب، وإنما غابت عنها هيئته. أما عندما تقول لأحد اشتريت رطلا وتسكت لا تذكر التمييز، يبقى المعنى غامضا، يعني أنت ماذا اشتريت؟ يفهم منك مقدار الرطل هو مثلا 3 كيلوات، ولكن أنت لم تشتري الحديد 3 كيلوات، اشتريت ما يعادلها من الحبوب أو السوائل أو غيرها مثلا. واضح؟ فهنا يعني أنا لا أدري، هذه كلمة فضلة ربما هي على قياس المنصوبات، إنه العمدة قلنا المبتدأ والخبر والفاعل، هذه هي العمدة في اللغة العربية، وكل ما جاء منصوبا يعد فضلة في الكلام. فمن هذا الباب اعتبر التمييز فضلة، وإن كان يعني له معنى مهم في الكلام. إذن هذا أولا. ثانيا، التمييز نوعان، عندنا تمييز يقال له تمييز مفرد وتمييز الجملة. تمييز المفرد هو الذي يميز كلمة قبله مبهمة، كلمة قبله كما قلنا رطلا مثلا، أو جاءني 20 فسكت 20، لم يفهم منه أحد 20 رجلا، 20 طفلا، 20 عالما، 20 شيخا، يبقى المعنى غامضا، يحتمل عدة معان. واضح؟ هذا نسميه تمييز المفرد، يعني يميز كلمة قبله غامضة. أما تمييز الجملة فإنه يميز الجملة، الجملة تكون غامضة في نسبة أمر إلى أمر، كما مثل ذلك واشتعل الرأس شيبا. فإذا حذفت كلمة شيبا اشتعل الرأس، تفهم منها أن الرأس اشتعل حقيقة، يعني اشتعلت به النار. بعدما تأتي كلمة شيبا تزيل هذا الإبهام، هذا المعنى الذي تدارك أو تبادر الذهن في الأول، أن الرأس لم يشتعل اشتعالا حقيقيا كما نفهم الاشتعال هو للنار، وإنما هنا اشتعال الشيب كما يقولون في الاستعارة، شبه انتشار الشيب في الرأس باشتعال النار. وهذا سيمر معنا الآن نشرحه. تمييز الجملة هو ما يسمى تمييز ملحوظ. تمييز المفرد شو نسميه؟ ملفوظ. الجملة ملحوظ، عدة أسامي له، عدة أسماء. منها أيضا تمييز الجملة يقولون محول أو منقلب، يعني ممكن صادفك في بعض كتب النحو يقولون تمييز الجملة محول أو منقلب. أما تمييز المفرد فهو غير منقلب غير محول. ما معنى محول أو منقلب؟ قال محول أو منقلب عن عدة أمور، عندي 3 أمور. تمييز الجملة إما أن يكون منقلبا عن فاعل كما مثل أو استشهد بقوله تعالى واشتعل رأس شيبا، أي أن الأصل واشتعل شيب الرأس، واشتعل شيب الرأس. فلاحظوا التمييز أصله فاعل، فأخرت الفاعل فقلت اشتعل الرأس، ثم جئت كلمة شيبا على التمييز حتى تزيل هذا الإبهام في إسناد اشتعل الفعل الماضي إلى فاعله وهو الرأس. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون منقلبا عن مفعول به، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. لاحظ لو قلت فجرنا الأرض وقفت، ماذا يفهم الإنسان العادي؟ أن وضعت ديناميت في الأرض وفجرتها، هذا معنى التفجير. أما عندما جاء قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فكلمة عيونا جاءت لتزيل هذا الإبهام في هذه النسبة، وكأن التقدير
وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض. العيون طبعا هي الينابيع، أي أسلنا ماءها. لاحظوا أن أصل الكلام فجرنا عيون الأرض، ولكن الخطاب القرآني عدل عن هذه الجملة إلى جملة أخرى، قالوا فجرنا الأرض عيونا، إلى أسلوب التمييز. أيضا يقال من المنقلب عن المبتدأ، يقول تعالى قال أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. إذا قلت أنا أكثر منك سكت، هل يفهم السامع أو المخاطب شيئا من هذه الجملة؟ أكثر منك ماذا؟ علما، عقلا، جاها مثلا، أم مالا، أم ذهبا، أم غير ذلك. فتأتي كلمة مالا على التمييز، منصوب على التمييز، وهذه دوما بعد أسماء التفضيل سيتمر معنا قاعدي لتزيل هذا الإبهام. قال العلماء هنا التقدير مالي أكثر من مالك، فمالا هنا التمييز منقلب عن مبتدأ التقدير أنا، هاي مبتدأ أول، مالي مبتدأ ثاني، أكثر خبر المبتدأ الثاني، وجملة مالي أكثر من مالك خبر أنا. إذا هنا التمييز منقلب عن مبتدأ. هذا التمييز الجملة التي يظنه الناس في المدارس صعبا هو تقريبا أسهل من تمييز المفرد، إذا يعني إنسان تدرب عليه وأصبحت عنده الدربة والحنكة يصبح يعني قادر على معرفة التمييز. نعود إلى التمييز المفرد. التمييز المفرد له مواطن، التمييز المفرد له مواطن أي أماكن محددة، كما ذكر ابن هشام يأتي بعد الكيل والمساحة والوزن والعدد، وعبر عنها بالمقادير. أي كيل يحتاج إلى تمييز، قلت اشتريت لترا وسكت، أليس المعنى غامضا؟ يحتمل لترا حليبا، لترا زيتا، لترا ماء، إلى آخر ما هنالك من الاحتمالات. فعندما تذكر التمييز يزول هذا الإبهام. وكذلك إذا قلت بعت صاعا، صاعا قمحا، شعيرا، تمرا، إلى ما هنالك من الاحتمالات. وكذلك إذا قلت مثلا اشتريت مترا، فأنت لم تشتري حقيقة المتر الذي يقاس، وإنما قصدك اشتريت مترا قماشا، مترا حريرا، مترا مثلا بساطا، أو ما شابه ذلك. وإذن هذه المقادير ومنها العدد. أيضا بحث العدد يعني بحث جميل وخاص، يقولون مثلا الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور، من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور. أنت تقول جاء 3 شباب، 3 شباب، يقول جاء 3 سكت، لم يعرف السامع من الذي جاء. فإذا قلت شباب عرف أن الجائين شباب وليسوا أطفالا. واضح يا أخي؟ مع أنه مجرور هنا ويسمى بالمعنى الاصطلاحي تمييزا، ولكنه القاعدة تمييز العدد من 3 إلى 10 دوما يكون جمعا مجرورا. من 11 إلى 99 يكون مفردا منصوبا. يقول مثلا كقوله تعالى قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، والآية الثانية إن له إن هذا أخي له 99 نعجة. إذا من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، هذا ممكن أن يدخل تحت بحث التمييز اليوم. هل عندنا تمييز الألف والمئة والمليون مفرد مجرور؟ أقول مثلا حج 1000 رجل ومئة امرأة، نزح 1000000 إنسان، وهكذا. بعد ذلك تطرق ابن هشام إلى تمييز كم. كم كما سنرى تنقسم إلى قسمين، كم الاستفهامية وكم الخبرية. الفرق بينهما أن كم الاستفهامية يعني تطلب جوابا من السامع، تطلب جوابا. عندما تقول مثلا كم أخا لك، أنا أريد منك جواب، تقول لي 5 أخوة، 10 أخوة مثلا. واضح؟ إذا هذه الكم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، ويجوز جره إذا سبقت كم بالحرف الجر الباء، يقول بكم ليرة اشتريت الكتاب، أو بكم ليرة. بينما تمييز كم الخبرية، كم الخبرية
قال لا تحتاج إلى جواب، يعني صاحبها لا يطلب من السامع أو المخاطب جوابا، وإنما قصده الإخبار عن الكثرة، الإخبار عن الكثرة، كأن تقول مثلا في سبيل الله كم قتيل أو كم قتيل شهيد، أي كثير من القتلى والشهداء في سبيل الله. وهكذا أغلب كم الواردة في القرآن وردت على سبيل الخبر أو الكم الخبرية، وكم أهلكنا من قرية، أي أهلكنا كثيرا من القرى. هذه نبذة بسيطة عن التمييز قبل أن نشرع في قراءة الشرح. أظن إن شاء الله تكون هيك سهلة مدخل إلى الشرح. الحين سنقرأ، إذا كان هناك أي شيء غير واضح نقف عنده إن شاء الله. من يا شباب يريد أن يقرأ لنا الفقرة الأولى مع شرحها المقدم التمييز؟ تمام، نعم تفضل. الفصل السادس عشر، التمييز حقيقته. باب والتمييز هو اسم فضلة نكرة جامدة مفسر لمن بهم من الذوات. شين من المنصوبات. التمييز هو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق مبين للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات. صاد. دقيقة بس أبو عام، الله يجزيك خير. إذن هذه المقدمة البسيطة اللي هي المدخل للتمييز ذكر فيها ابن هشام رحمه الله خمسة أمور يختص بها التمييز، وهو أنه اسم، يجب أن يكون التمييز اسما بمعنى لا يكون حرفا ولا فعلا. ثانيا منصوب فلا يأتي بهذا العرف، يأتي مجرورا ولا مرفوعا، بخلاف ما ذكرت أنا أنه تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة وأنه جمع مجرور. طبعا الإعراب لا نعرفه تمييز، ولكنه في المعنى يسمى تمييزا. لماذا؟ لأنه اشترك مع التمييز في المعنى. هلا سيمر معنا. إذا الأول مفرد، عفوا نكرة اسم، ثانيا منصوب، ثالثا نكرة لا يأتي معرفة، هاي الأمور الثلاثة الأولى اتفق فيها مع الحال. هلا خالف الحال في كونه جامدا، لازم ما قلنا رطلا عدسا لترا ماء، كل هذه من الجامد، بينما في الحال مسرعا مستغيثا منهكا، كلها مشتقات. الخامس وظيفة التمييز أنه يفسر من بهم من الذوات، يعني ذات الشيء عندي غامضة، بينما الحال يفسر من بهم من الهيئات. فلاحظ أن أقول حضر الطبيب مسرعا، فالطبيب معروف ذاته، أما هيئة الحضور غامضة، فجاءت كلمة مسرعا لتزيل هذا الغموض. بينما عندما تقول مثلا اشتريت لترا، اشتريت مترا، لاحظ هذا الذات، هذه الذات يعني المقياس أو المقدار، هذه الذات هي الغامضة. فإنما عندما تأتي بالتمييز ليزيل هذا الغموض فتقول لترا حليبا، مترا حريرا، وهكذا. وضحت الصورة يا شباب؟ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا أو جريب، مفتوح الجيم، كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا، وتسع وتسعون نعجة. ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما التمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولا
فأما تمييز الخبرية ما في ألب أولا. فأما تمييز الخبرية فمجرد نعم سيدي. فمجرور. إيه. فمجرور نعم سيدي. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا ك واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء، وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبوي. نوعاه قال الشارح رحمه الله: التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها. مضان من غير تنوين. مضان نعم سيدي الله يجزيك الخير. فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها: أحدها المقادير، وهو عبارة عن ثلاثة أمور. وهو عندك وهي نعم سيدي مقادير وهي وهو سيدي وهو عندي وهي أكمل تفضل. نعم بصحيك وبصحيك ما بصح جهتين سيدي. هل حسب إذا عم تعيد المقادير وهي إذا عم تعيد التمييز وهو حسب نعم. طيب أحدها المقادير وهو عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كريب نخلا كجريب والله هون كريب جايك مكتوب شيخي كريب نسختي كجريب نسختي كجريب نخلا والكيل كصاع تمرا والوزن كمنوين عسلا. المنوين نوع من المكاييل ما هيك سيدان؟ اليوم نقول وهي هذا ايام منوين منوين. الثاني العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي الحديث الشريف: إن لله 99 اسما. وفهم من عطفي في المقدمة العدد من المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره حتى لم ترد ما لم ترد حقيقته بل مقداره حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. في نعم سيدي. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك أبو خالد
نشرح عليك بعدين نجي كامل. طيب إذن بدأ الشارح رحمه الله بقوله التمييز ضربان، تمييز مفرد وتمييز جملة. فتمييز المفرد قال له مظان كثيرة منها بعد المقادير وبعد العدد، وأشار في النهاية في الختام إلى أن المقادير تختلف عن العدد. بماذا؟ بأن المقدار يمكن إضافته إلى التمييز أو المميز، بينما لا يمكن إضافة المقدار إلى العدد. فتقول عندي مقدار رطل عدسا، ولا يصح أن تقول عندي مقدار 20 رجلا. هاي الخلاف الأخير. الحين نعود إلى المقادير التي ذكرها كما قلت سابقا، المساحة والوزن والكيل. المساحة قديما كانوا يقيسونها مثلا بالجريب، اليوم ممكن الحين نقيسها بالدنم، بالفدان، بالهكتار، إلى ما هنالك من المصطلحات. فتقول اشتريت هكتارا أرضا، بعت دنما أرضا، أو فدانين مثلا قمحا وشعيرا، وهكذا. هاي المساحة. الكيل تقريبا، الكيل اللي كان معروف عندهم ما زال يوم صاع، ممكن يكون في عندنا اليوم مثلا كلمة برميل أو كلمة مثلا متر مكعب إلى آخره، ممكن تحل محل الكيل حاليا. أو خلينا نقول مثلا إذا يعني اصطلح الناس على شيء من الكيل فيأخذ حكمه. اللتر من الكيل، نعم اللتر والصاع. طيب هلا بقى عندنا الوزن. الوزن في كل زمان كان عندهم أوزان خاصة يقيسون بها الأحجام ويقيسون بها الكتلة. فمثلا إحنا اليوم عندنا الكيلو وأجزاء الكيلو ومضاعفات الكيلو. أجزاء الكيلو مثلا من نص كيلو، ربع كيلو، بعضه يسميه الوقي، بعضه يختلف طبعا تسميه من بلد إلى بلد. ومضاعفات الكيلو مثلا عندنا الرطل، بعضهم يعتبروا مثلا 3 كيلوهات، بعض الناس يعتبروا كيلو، كيلوين ونص. بعدين تطلع مثلا فوق في عندنا الطن، الكنتال، كان يعطونا برسي 100 كيلو يسمون كنتال، وهكذا. كله يأخذ حكم هذا المقدار إذا تمييزه منصوب. طبعا سيمر معنا إذا إن شاء الله أنه قد يأتي التمييز مجرورا، يعني يصح التمييز منصوب، يصح أن يأتي منصوبا على التمييز، ويصح أن يأتي مجرورا بالإضافة، ويصح أن يأتي مجرورا بمن. عندما تقول اشتريت لترا حليبا يصح أن تقول اشتريت لترا حليبا ولتر حليب ولترا من حليب. هذا إذا كان المميز مفرد. أما إذا كان المميز مضافا إلى اسم آخر فيجب النصب بعده، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. هنا لاحظ خيرا تمييز، تمييز لمين؟ مو للذرة، مثقال الذرة، مثقال الذرة. وكذلك قال الله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا. فالذهب لملء مو للأرض، ملء مقياسا يعتبر. لذلك نص عليه ابن مالك بالألفية وقال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. أي ملاحظة اكتبوها إذا ما مرت معنا على الكتاب اليوم، ضيفوها على الهامش عندكم، أن التمييز المنصوب يجوز أن يكون منصوبا على التمييز، ويجوز أن يكون مجرورا بالإضافة، ويجوز أن يكون مجرورا بمن، بشرط أن لا يكون المميز مضافا إلى اسم آخر. فإن كان المميز مضافا إلى اسم آخر وجب في التمييز النصب. وضحت المسألة يا شباب؟ الحين سنخوض في بحث كم الخبرية وكم الاستفهامية. بسرعة نريد أن ننهي البحث حتى نأخذ شيئا من التطبيق. من يريد أن يكمل الشرح يا شباب؟ نروح أخانا أبو خالد. من يتطوع للقراءة؟ نعم محمود. من الموجود؟ مين أستاذ محمود؟ مين؟ تفضل. نعم محمود. تفضل يا أخي. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير،
ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد، تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت. وتمييز الخبرية مخفوض دائما، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها وتقول فما دونها وتقول كم عبيد ملكت. كما تقول عشرة أعبد ملكت. وتارة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها تقول كم عبد ملكت. كما تقول ملكت كم الخبرية، أنت تتكلم عن نفسك. نعم. كم عبد ملكت. كما تقول مئة عبد ملكت. نعم. وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، تقول بكم درهم اشتريت، والخافض له من مضمرة لا الإضافة خلافا للزجاج. الخافض له من مضمرة، من يعني حرف جر مضمر. نعم. لا إضافة. كم من؟ نعم. لا خلافا للزجاج. الثالث من مقاد ما. بس في عندك هنيك التأويل يا أخي، تقول مثلا بدل ما تقول مئة عبد ملكت تقول لي مئة عبد ملكت وألف عبد، لأنه هون مفعول به إعراب الكم على أنها مفعول به، فالتقدير يكون في الجواب بالنصب. نعم. تفضل. الثالث من مظان تمييز المفرد ما دل على مماثلة نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله عددا، وقولهم مددا عفوا، وقولهم إن لنا أمثالها إبلا. نعم. الرابع ما دل على مغايرة نحو إن لنا غيرها إبلا أو شات أو شاءً ولا شاءً؟ لا، شاءً جمع شاءً يقولون، وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد بالوقوع بعد المقادير ومفسر نسبة على قسمين، محول وغير محول. يا أستاذ محمود الله يجزيك خير، دعنا بس نشرح هذه الفقرة، نوقف عن تمييز النسبة حتى نكمل، نشوف إذا معنا فضل اليوم نأخذه ما مشكلة دقيقة. إذن هنا تطرق ابن هشام إلى تفريق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. كما قلت لكم سابقا، كم الاستفهامية يقصد صاحبها السؤال عن عدد مجهول، كأنه يقول أي عدد أو ما هو العدد، وتمييزها مفرد منصوب إلا في حالة واحدة، إذا سبقت بحرف جر فيجوز في تمييزها أن يكون مجرورا، وذكر أن الجار هنا من المضمرة وليست الإضافة. كما قلت، تقول مثلا كم عبدا ملكت، إذا سألت صديقك كم دارا بنيت، بكم دينارا اشتريت، فإذا قلت بكم دينار اشتريت فأصبح التقدير بكم من دينار اشتريت. هذا كم الاستفهامي. أما كم الخبرية فهي لا تحتاج إلى جواب، يقصد صاحبها الإخبار عن الكثرة، فيقول مثلا كم عبيد ملكت، كأنه قال لك ملكت كثيرا من العبيد،
فقال يجوز أن يكون تمييزها جمعا مجرورا، لاحظ جمعا مجرورا كم عبيد كم عبد، ويجوز أن يكون مفردا مجرورا كالمئة والألف كم عبد ملكت. مر معنا في بداية الدروس قديما من سنة البيت المشهور كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. إذا هذا باختصار. طيب نريد نحن اليوم أن نترك مساحة للتطبيق، ولكن مضطرون أن نختم الدرس. طيب ونأخذ 5 أو 10 دقائق زيادة إن شاء الله حتى لا نقف عند هذه الفقرة البسيطة. بقى عندنا فقط التمييز الملحوظ أو التمييز المنقلب. طيب من يقرأ يا شباب؟ طيب قال وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد بالوقوع بعد المقادير، ومفسر النسبة على قسمين محول وغير محول أو غير محول، لا تكون غيري محول وغير محول. نعم محول على قسمين ماذا تكون محول وغير محول؟ يصح بالرفع والإيجاب. نعم طيب قال فالمحول على 3 أقسام، محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا، ومحول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما ذكرنا، ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، وذلك كقولك زيد أكثر منه علما، علم زيد أكثر. تفضل سيدي. وقوله تعالى وكقوله تعالى إن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة كقولك مال زيد أكثر مال، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره نحو زيد أكثر الناس مالا. وقد يقع كلهم من الحال. نوقف عند هذه الفقرة دقيقة. إذا هذه الأمور المحول نحن ذكرناها بداية الحصة أبو الفضل، هذا اللي يكون موجود معنا أم لا؟ قلنا دخلت متأخرا. أو ما يسمى منقلب أو محول له 3 صور، إما أن يكون منقلبا عن فاعل كما مثلنا في الآية، استشهدنا بالآية كقول تعالى واشتعل الرأس شيبا، هنا ذكر أصل الكلام اشتعل شيب الرأس، شيب هي الفاعل والرأس مضاف إليه، فشو قال؟ قال جعل المضاف إليه هو الفاعل، اشتعل الرأس ثم أخذ الفاعل فجعله تمييزا، قال اشتعل الرأس شيبا. أنا ذكرت سابقا قلنا اشتعل الرأس نسبة الاشتعال الرأس وقفنا عند توبهم المعنى، يعني السامع المخاطب يظن اشتعلت النار في الرأس، اشتعل الرأس يعني نارا، فعندما جاءت كلمة شيبا زالت هذا الغموض هذا الإبهام في هذه النسبة، فهم أن الاشتعال المقصود به هو انتشار الشيب وليس اشتعال النار. واضح؟ ثم ذكر المنقلب عن المفعول به قال وفجرنا الأرض عيونا، قال فعل فيه ما ذكرنا أي أصل الكلام فجرنا عيون الأرض، فحذف المضاف ثم جعل المضاف إليه هو الفاعل، عيون هي كانت فاعل، الأرض مضاف إليه، جاء المضاف إليه جعله فاعلا، فجرنا الأرض ثم أخذ الفاعل على
التمييز فنصبه فأصبحت فجرنا الأرض عيونا. نفس الكلام قلت أنا، إذا قلت فجرنا الأرض سكتنا يفهم السامع والمخاطب أن التفجير كان حقيقة، كما لو وضع إنسان أو شخص ديناميت في الأرض وفجرها، هكذا نفهم حقيقة التفجير. عندما جاءت كلمة عيونا أزالت هذا الإبهام، هذا الاحتمال، وعرفنا أن التفجير كان لعيون الأرض الكامنة في الأرض، الماء المحبوس فجره الله عز وجل وأساله عيونا وأنهارا وجداول تسري. واضح؟ المثال الثالث هو ما يسمى منقلب عن المبتدأ، كقوله تعالى أنا أكثر منك، حكاية عن صاحب الجنتين، قال أنا أكثر منك مالا، وإن التقدير أنا مالي أكثر من مالك، فهنا مالي مبتدأ منقلب كأصله تمييز، أنا مبتدأ أول، مالي مبتدأ ثاني، أكثر خبر، جملة مالي أكثر من مالك هي خبر لأنا. هنا ابن هشام يعني وقف لفتي جميلي، قال كلمة اسم التفضيل الأصل دوما يعني هو تمييز، أصحاب الجنة يوم يجد خيرا مستقرا وأحسن وقيلا، كل اسم تفضيل يأتي بعده هو تمييز. طبعا ملاحظة سيمر معنا بالاشتقاق أسماء التفضيل، كل أعوز أفعل ما عدا خير وشر استعملها العرب على هذا المثال، قالوا بكسر استعمالها حذفوا الهمزة منها، كانت أصلها أخير وأشر ثم حذفت الهمزة منها، هذه أحد الأقوال. واضح؟ هنا الحين يقول لك إذا كان اسم التفضيل يعني مغايرا لما فضل فيه كان منقلبا عن المبتدأ، أما إذا كان مثلا غير ذلك فوجب نصبه، أو عفوا أول حالي وجب إضافته إلى ما بعده، نقول زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل. هنا لاحظ معي استمر معنا نبحثها في مشتقات، نحن بالإنجليزي علمونا مثلا في شيء يسموه comparative وشيء superlative، يعني في مقارنة وفي تفضيل. هون باللغة العربية اسم التفضيل نفسه صالح للدلالة على المقارنة والدلالة على التفضيل، ولكن السياق هو الذي يحدد هل أنا أستخدمه هنا للمقارنة بين اسمين أو للتفضيل بين الأسماء. عندما تقول مثلا زيد أكبر مني سنا، فإذا هنا أنا أقارن بيني وبين زيد، أما إذا قلت ولكن عليا هو الأكبر فاستخدمت هنا أكبر للتفضيل على الجميع، أكبر من الحضور مثلا أو أكبر من الموجودين جميعا. فهنا يقول لك هنا اسم التفضيل في الحالة الأولى جاء مميزا، في الحالة الثانية جاء مضافا إلى ما بعده، أن تقول زيد أكبر رجل. طيب الحين هذا القاعدة اللي ذكرتها منذ قليل، إذا كلمة أكبر أضفت إلى اسم ثم جئت بالتمييز فوجب النصب، فتقول زيد أكبر الناس قدرا، زيد أكبر الناس قدرا مثلا، أو أعلم القوم مثلا فرائضا. وضحت هذه المسألة التي ذكرها ابن هشام في نهاية الفقرة يا شباب؟ طيب الحين هناك مسألة أخيرة يريد ابن هشام أن يوضح لنا، وهو أن التمييز والحال قد يشتركان في أمر مهم. من يقرأ الفقرة الأخيرة يا شباب قبل أن نختم الدرس؟ عندنا أربع أخوات، مين أبو عامر؟ وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات. طيب مؤكدا نعم. مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله تعالى ثم وليتم مدبرين، وقوله تعالى ويوم أبعث حيا، وقوله تعالى فتبسم ضاحكا. لا يجب أن نقول حكاية عن سيدنا
سليمان وحكاية عن سيدنا عيسى. يا شيخي يا شيخي إذا عم تقول هذا وقوله غير لما تقول يعني قال الله تعالى مثلا، عرفت شلون؟ آه نعم، يعني ضمنيا ضمنيا مش الحال إن شاء الله. نعم أقرأ وتضيء. كمل كمل. نعم، وقال الشاعر ابن الكامل: وتضيء في وجه الظلام منيرة. منيرة؟ منيرة شيخي. منيرة كجمانة البحري سل نظامها. ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقول أبي طالب من الكامل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقول ومنه قول الشاعر من البسيط: والتغلبيون بئس الفحل بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق منطيق كانوا منطيق منطيق وأمهم زلاء منطيق. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيدا وتأولوا فحلا. طيب الله يعطيك العافية أخي. إذن يعني هذه الفقرة الأخيرة ابن هشام يريد أن يقف فيها على ما فات من الحال. أنا ذكرت هذه الفقرة الدرس الماضي في الحال، أن الحال وصف فضل منتصب مبين لما بهم من الهيئات، هذا الأصل. عندما يعني نقول جاء زيد مسرعا، فإن مسرعا بيت لي هيئة المجيء لزيد، عندما جاء كان مسرعا. طيب هنا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني هل المفسدين تبين هيئة العثيان في الأرض؟ تبسم ضاحكا بيّنت هيئة تبسمه أو هيئته عندما تبسم؟ قال لا، هنا الحال جاء مؤكدا لعامله كما ذكرنا سابقا، عند الحال منصوبة، وإلى صاحب حال حسب موقع في جملة يجب أن يكون العامل في الحال هو نفسه الذي عمل في صاحب الحال. فهذا العامل الذي يرفع مثل صاحبه كفاعل وينصب الحال، قد يأتي الحال مؤكدا له، يأتي الحال مؤكدا له في المعنى. فلا نقول هنا الحال والله أزال إبهام من أزال الهيئة أو وضح الهيئة. لاحظ هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف من القرآن الكريم، الشواهد كلها الحال جاءت مؤكدة ولم تأتي مفسرة للهيئة. وليتم مدبرين، ذكرت الدرس الماضي هذا المثال، قلنا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. واضح؟ أنت تخاطب الأصم بلغة الإشارة، فإذا أعطاك الظهرة فلن تستطيع أن توصل إليه معلومة. وليتم هربتم، مدبرين أعطيتم ظهوركم للعدو. فإذا مدبرين ماذا أفادت هنا؟ أفاد التأكيد العامل ولم تزل إبهاما أو إشكالا في العامل، ما قال وليتم مسرعين، لاحظ وليتم مدبرين. إذا هذا المعنى الذي ذكره في الحال يتكرر أيضا عندنا في التمييز. قد يأتي التمييز يقول لك لتأكيد عامله وليس من أجل إزالة إبهام في ذات الشيء. استدل على ذلك مثلا بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يعني لو قال إن عدة الشهور عند الله 12، تم الكلام ولا ما تم؟ شباب عم تسمعوني؟ لا ما تم ما تم. ليش؟ إذا إن عدة الشهور عند الله 12. تم يكون المعنى 12 شهرا، فذكر الشهرا على التمييز، ولكن هذا من باب التأكيد، باب التأكيد الآية. لو قلت لك أنا موعدنا 12
يعني موعد مثلا الدين أو أجل الدين 12، وهنا لابد أن أقول لك 12 يوما أسبوعا شهرا سنة، واضح؟ أما هناك الآية إن عدة شهور عند الله 12، جاءت كلمة شهرا لتأكيد هذا العامل الذي عمل في التمييز. وكذلك قول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد هو من خير أديان البرية، الكلام واضح. فجاءت كلمة دينا قال لتؤكد هذا العامل وليس لتزيل إبهاما في الدين نفسه، واضح يا أخي؟ آخر شيء وقف عند كلمة هي والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، هذه المسألة اللي لاحظته أنه كيف يعني وجدت أنه بئس الفحل، هذا طبعا تمر معنا أسلوب المدح والذم، بئس الفحل فحلهم، تم الكلام. طيب فحلا يعني شو أفادت في المعنى؟ فعلا هون يعربونها منصوب على التمييز، واضح؟ هاي من الحالات الخاصة اللي بيقول لك في الألفية جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه وقد اشتهر، يعني نجتمع فاعل وتمييز وقت واحد نادر. ولكن ماذا أفاد؟ قال لا يفيد إلا التوكيد، واضح؟ طبعا الشرط الثاني نصفح عنه بتقوله. طيب دعونا نعرف بعض الأبيات بسرعة اليوم وإن تجاوزنا الوقت، بس المحاضرة الثانية 6:30 ولسه المغرب عندنا بقيله شيء ربع ساعة، في بعض الشباب ممكن تابعوا معنا إن شاء الله. ولكن نريد يعني اليوم يعني نعرف ولو بيت أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد هو من خير أديان البرية دينا. تفضل أستاذ محمد على الشاشة. أستاذ ملهم معنا. يا أستاذ ملهم تفضل أعرف الشط الأول يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ولقد علمت. نعم. الواو واو القسم؟ ممكن نعتبر واو واو القسم. نعم. لقد اللام هذه ماذا نقول؟ مؤذنة بالقسم؟ لام سي لام التوكيد وقع في جواب قسم مقدر، أي والله لقد علمت. نعم. قد حرف تحقيق. نعم. علمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. ولقد علمت بعدها ماذا يجي؟ دين محمد، ما يكفي عن الباء بأن دين محمد باء نباء. تفضل أعرب الباء. الباء حرف جر. نعم. بأن أن حرف مشبه بالفعل. نعم سمي حرف توكيد. نعم. ونصب. تمام. بأن دينا اسم أن منصوب على نصب الفتحة الظاهر على آخره، محمد اسم مجرور وعلامة اسم مجرور، بأن دينا محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. طيب كثر الله خيرك، الله يجزيك الخير يا أخي. وإياكم. هلا كيف دخلت الباء على يعني حرف على حرف؟ لا هلا تدخل حرف على حرف بيدخل، بس ولكن هون عند علماء يعني علماء ما يحتاج إلى باء، شايف شلون؟ إذا قال ولقد علمت أن محمد بس يظهر اضطر إليها من أجل ضرورة الشعر. أما والله بتجي الباء بأن قال وشهد بأننا مسلمون، ما في القرآن وشهد بأننا مسلمون. نعم. إيه دخول الباء مو حرف على حرف، هون الباء داخل على المصدر، الحين سوف نعرف المصدر ويتضح لك الصورة أكثر إن شاء الله. نعم. من خيري من حرف جر مبني على السكون. البيت ما فيه هو صح؟ نعم. البيت فيه شيء كلمة هو؟ لا ما في. كويس ممتاز تفضل. من خيري أدياني من حرف جر مبني على السكون، خيري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة من وعلامة جره الظاهر على آخره، وهو مضاف، أدياني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره وهو مضاف، البرية
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، دينا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، الجار مجرور أين نعلق الجار مجرور من خيري؟ لأن دين محمد من خيري، نعلقه في محل رفع خبر خبر المحدود، يعني نعلقه الجار مجرور. ولقد علمت بأن دين محمد كائن من خير أديان البرية. الحين بعد أن علقنا الجار مجرور من، بقي عندي الباء كما قال أخونا ملهم، الباء حرف جر، أين مجرورها؟ أنه ما بعدها في تأويل مصدر في محل جر اسم المجرور. أقول مصدر مؤول من أن واسمها وخبرها مجرورا بالباء والتقدير بخيرية دين محمد. طيب جار مجرور متعلقان بالفعل علمته. طيب هنا عند الجملة فيها يعني جملة واحدة، البيت كله جملة واحدة، جملة علمته بخيرية دين محمد، ماذا نعرف هذه الجملة؟ حدد نوع الجملة، ما نوع الجملة هنا؟ علمته جملة فعلية. أين جملة سيدي؟ أنا ما تطبق به. أين جملة سيدي؟ إعراب. بأن دين محمد في جملة فعلية في محل نصب مفعول به. لا شيخ يا شيخ، أنا بعرف جملة علمته، وين مفعول به؟ لمين مفعول به؟ بعد علمته. أنا بعرف جملة علمته، بعد علمته عرفنا المصدر، خلصنا يا أبو عامر. واضح؟ تمام. الحين جملة علمت بأن دين محمد، التقدير علمت بخيرية دين محمد، جملة فعلية. فضل سلم محمود، قلتها المرة الماضية اللام بلقد. إيه لا عرفت، بس بدي إعراب الجملة. شو نقول؟ لا محل إعراب لأنها جواب القسم. لا محل إعراب لأنها جواب قسم. جواب القسم. واضح. جزاكم الله خيرا، العلم يزكو بين اثنين، ودائما تذكرونني. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. نسأل الله عز وجل أن يكون قد رسخ في ذهنكم بعض ما قلت، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خاص لوجه الكريم، وأن ينفعكم به، وأن يطيل أعماركم، وأن يتقبل منكم جميع أعمالكم، ويصلح نياتنا ونياتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.